من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن المجلس الأعلى أكد على أهمية قوة وتماسك مجلس التعاون وعلى أهمية سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها. وقد أكد المجلس الأعلى على أهمية قوة وتماسك ومنع مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، كما أكد القادة على أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.